وزنفيت. اه لا هيدا كمان عملناه، ما هيك ولا ما عملناه؟ لا ريستوران خالد ما عملناه. يلا فاذا اوفر سبيسيال على الاوكازيون دو لوفرتور، منيو سبيسيال فوندردي، وريدكسيون بور لي جروب. Ils ont mis ici ouvert tous les jours de 13h à 22h. Plat du jour, il y a le tabac liaoumi, poisson avec du riz à 60 LE. Au téléphone, Hantino. Taïb, je commence maintenant avec Safe. Safe, ce document est un dialogue, une lettre ou voilà une publicité? أمس أمس الأخير دي أخيرة مظبوط، يعني لأن إعلان. دايما يا شباب لما بيكون في إعلان مثل ما هيدا عم يعلنوا عن افتتاح محل جديد، فاذا اسمها بيبليسيتي. وي سي جوست يا سيف. عبد الله، خالد له نوم دو شو؟ دان اوبيتال، دان ريستوران، ولا دان سينما؟ خالد هو اسم شو؟ عبد الله، خلص عبد الله ذهب لا معاه. لا يا سلام، موجود 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 كتير. اه اوكي، فكرتك ذهبت مع الريح. تمام، يلا يا عبد الله فين بقى؟ قل لي، خالد هو اوبيتال ولا ريستوران ولا سينما؟ فعلا فعلا يا ريستوران. ريستوران. وي تري بيان، اون فا كونتينيي. اي مانتنون سي لو تور دو كريم. كريم، سو ريستوران فيرم أي ساعة المساء؟ أي ساعة؟ 8 أور، 9 أور، 10 أور؟ نيجير وي 10 أور سي جوست. عمر، سو ريستوران أوفر أن سال روبا، دو روبا، ولا 3 روبا؟ يعني بيقدم وجبة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ عادي اشوف المنيو. لا يلا ليك حطيت لك اياها. انت هتديني هل حاطين 3 وجبات ولا تنتين ولا وحدة؟ أول واحدة انسى الربا. لا ما عمر، انت اذا شوي بتطلع مزبوط رح تعرف انه هي غلط يا حبيبي. ليش؟ لانه قالوا فوق vous invite à déjeuner او اديني، يعني حطوا لك جبروك بوجبتين، يا هي يا هي. شو يا كومبري؟ فاذا رح نختار تنتين. اخر شيء يا سيف، لو بلا دو جور كوت قدي، كم سعره؟ هل دقيقة، هل 60 ولا 50 ولا 40؟ ايه رأيك؟ خمس 60 ولا 50 ولا 40؟ وي لا 60. 60. تري بيان، اي كوم سا اون تيرمين لي كيستيون. وصلنا على فري وفو. يلا رح نرجع عند عبد الله. عبد الله، سو ريستوران اي ان ايجيبت، هيدا المطعم بمصر، فري او فو؟ فري. داكور، دونك سي فري. طبعا هو بمصر منو بسنغافورة. تمام، اون كونتينيو افيك كريم. كريم، شاك سمان إليا أن منيو سبيسيال، يعني كل أسبوع في شو بيقولوا منيو مميزة، دونك سي فري ولا فو؟ فو ليش ما قالوا شاك فوندردي في عنا منيو سبيسيال؟ ما قالوا كل يوم جمعة حيكون في أكل مميز؟ سامبري. دونك سي فري، صح. اون فا شي عمر ماتنا. يلا يا عمر، اون بو مانجي دون سو ريستوران لو ماتان، هل فينا ناكل بهيدا المطعم الصبح؟ لا لا، لانه هن اصلا قالوا انه بس ديني وديجوني. تمام،
C'est le tour de Saif. Dans le plat du jour, il n'y a pas de viande. Ma fille viande. شو رأيك؟ اطلع على غامس البلاد الجور وشوف كلامهم صح أو لا. أبيوند اللحمة أه صح؟ لا حطي لك لا غلط، قصدي غلط غلط. هلا شوف هلا هون قصدهم لحمة، ولكن اللي حاطينه هو بواسون. أوكي البواسون، فإذا هو صح نوع من اللحوم ولكن منه لحمة، يعني البواسون سمك واللحمة لحمة. تمام اه فهمت، لحم بقري كده يعني. مزبوط. on ne peut pas téléphoner يا عبد الله à ce restaurant، قال ما فينا نتصل بهيدا الريستوران، صح أم غلط؟ صح أو غلط؟ لا ايه شو رقم كام معلش؟ مش عارف اسمها عليك، واضح بس لازم تقولي مش سامع يعني. طيب انتوا سامعيني يا شباب ولا الصوت عند الكل مش واضح؟ يا مس لا رقم كام؟ طيب عبد الله انا عم اقول لك على نيميرو 5 بالدو، ما فينا نتصل بور ريزيرفي، ما فينا نتصل لنحجز، دونك سي فري او فو. اوكي مش تمام، ثانية بس ثانية. هي فو لانه نحن فو فينا يا مش فو، نتصل. عشان حاطط التليفون ده. ايه بس هني قايلين انه اون نو بو با، ما فينا نتصل، فرح تقول لهم غلط لانه نحن فينا نتصل، دونك سي فو. يلا رح نكبر هون ونبدا نرجع مع سيف. يلا يا سيف، tu demandes à ton ami le nombre de repas quotidiens qu'il prend par jour. Il dit... ما هو يقول ايه؟ اسمع انا الأولى مش تبقى الثلاثة. ضايقة ما بعرف وين رحت انا. يا علينا هون. اوكي tu vas dire الاولى. oui très bien. on continue maintenant avec Karim. Karim tu demandes à ton ami à quelle occasion est la fête. il dit شو راح يقول؟ كريم طيب كريم مش سامعني. عمر انت سامعني؟ ألو يلا عمر عمل لي هيدي بدل كريم. هوني قايلي لك انه tu demandes à ton ami à quelle occasion il y a une fête، يعني بأي مناسبة الحفلة تقام. فإيل دي هو شو راح يقول لك؟ يعني ده هنا انا الاول هيقول لي يبقى كده هو ايه؟ اي خلص يبقى رقم بي. لا بي، انا عم بعمل حفلة كبيرة بس انت بتسأله ايوه مناسبتها، يبقى غلط البي، هتفتش عند واحدة تانية. لا ايه مناسبتها اني شايفة منطقية شوي. طب مش أفوت؟ لا مش أول واحدة، خلاص رقم سي عشان رقم ايه. لا بعيدة معلش. ايه ليش؟ لانه هون بالسي شو قايلين يا عمر؟ قايلين انه انا عم بعملها بمناسبة عيد ميلادي، الور هيدي هي الجواب الصح. تو يا كومبري؟ ايوه تمام. تمام. اون فا باسي شي عبد الله ماتنو. يلا يا عبد الله، او ريستورون تو دوموند او غارسون لو ديسير، يعني بتطلب من النادل الحلويات. ف كاسكو تيدي شو بتقول؟
عبد الله تيمون. لا طبعا هناخدها. ايه نعم، وي يلا شو رح تختار؟ هو اي على سنة رقم 3 رقم 4 اقصد. رقم لا انا لا هيك قطشت وحده، قطشت وحده. اسمع، هو رقم ثلاثة يا عمر يا عبد الله، فرح تقول tu as mal au ventre، le médecin te dit، شو رح يقول لك؟ برافو عبد الله. اخر وحده، او ريستوران tu demandes au garçon le dessert. اوكي فشو رح تقول؟ انت هتقول ايه؟ فطبعا رح اقول له جو فودري دو لا غلاس، ببرم على الاكل الحلويات. اوكي يلا خلصنا هيدي البارت يا شباب، رح نكمل باللي بعدها. انصف في وحده، Je t'invite à ma fête d'anniversaire. Tu invites ton ami. أنت بتدعو صديقك على حفلة ميلادك. Il dit، شو راح يقول لك؟ هيقول لك merci pour ton invitation، شكرا على دعوتك. يلا on commence avec سيف de nouveau. راح نبدأ مع سيف من جديد. يلا يا سيف. أول شيء les amis de Soha sont، أمس أنا بتكلم عن أمي دو سها، وواضح من خلال هيدي الأو والأس انهم بنات، فحتختار اي وحده؟ الأخيرة برافو سيف، برافو. آه كريم، تي مونتون كريم maintenant، هلا بتسمعني؟ تمام موجود. تمام. لو ماتان جو نو مانج با بويسون، شو رح تختار؟ دو دو، تري بيان، لانه في نفي. عبد الله، علي فا ا ايكول. أيوة نعم، أنا أيوة. لا من طيب بني با ده اللي بعدها ألي با إيكول إنتاكسين ايه هلا انا بدي اللي احط اداه لكلمه ايكول اللي هي مؤنثه. يبقى نحط لها تون. شاطرة، تمام. يلا سي لو تور دو عمر. عمر، رامي، بليسي، شو بدي احط قبل بليسي؟ رامي هيك، لا اول واحدة يا عمر هل فيني اقول هو جرح؟ طب لو هو جرح فلازم يكون في وراها لكلمة جرح شيء، بس هو لما إن جرح، ورامي إن شو التانية جرح. شو صوني. أنا كنت عاوز أختار اللي في النص، بس لا التانية دي ما للجمع اللي بس في النص، صح. لأنه رح أقول لك شيء، هيدي فورم بتكون بتكون، اللهم صلي على النبي، رجع لي رامي. ايه قصدي انه هو انجرح، فما نقدر بهي الطريقة نحط غير أستي. تمام يلا مين يا مستر ابراهيم؟ سيف، يار إيل، نعم تمام. اير ال تبقى الأولى. الأولى. سونت علي، برافو عليك سيف. عبد الله، ال افيك اس. لا الدراسة ليش عبد الله عندك ال افيك اس؟ يا عبد الله عندك ال افيك اس. طيب أحط الأخير صح؟ احط الاخيره، تمام صح.
Yala, maintenant on va descendre, on va associer. Yala, ya Karim. Où avez-vous mal? تمام. الأخيرة. OK. تمام. Qu'est-ce qui vous manque يا عمر؟ بس خرجت وخلت تاني عشان النت بيعلق و رقم طفل الشوط ده. هتكون رقم ايه؟ ايه يلي هي كسكي فو مانك جو فودري ان جاتو وبعدين هيدي. يلا اون كومونس افيك سيف، يلا كل واحد حيطلع له جمله. سيف الاولى، عبد الله الثانيه، كريم الثالثه، عمر الرابعه. يلا رح نبدا مع سيف. جو مانج دو لا فياند، كمل. باكل لحمة مثلا، إريز، إنه مع رز يعني، إريز. افيك دوري de la viande, oui, avec Okay. du riz. OK. هنكمل pour inviter mes amis, اللي أدعو أصدقائي. يا عبد الله. نعم. pour inviter mes amis. يعني ايه؟ يعني لأدعي ايه؟ أصدقائي. بون فير مي أمير توداي عيد ميلادي يعني اليوم عيد ميلادي أوكي. alors le jour de mon anniversaire أو à mon anniversaire أو à la fête de mon anniversaire. كل الكلمات اللي قلتهم صحيحين. أوكي يلا يا كريم. لانفيرميير بتعمل إيه؟ تمام. دول سترونج. ايه دول سترونج. لانفيرميير في مش سرنج. شو قلت انت؟ في شو يعني حقنا؟ ايوه لسترنج. نو في ام بيكور، الحقنه بيكور. تمام، او فيك تقول جمله تانية يا كريم. اد لي مالاد تساعد. يلا يا عمر، أوفرير كادو، اعمل لي جملة فيها أوفرير وكادو. يلا يا حبيبي. وفرير دي يعني كانت ايه؟ تهدي تهدي. تقر اي اي وفرير ماي فريندو ماي فريندير تقريبا أوفرير، أوكي، بس أعطيني أعطيني مرجع أولى. شو الجملة؟ انترفيو شو؟ قصدي انترفيو لا يوم الميلاد يعني. يعطني يا عمر، روق شوي يا حبيبي. نحن قلنا بس تيكون في فعل ويكون في مفعول وراء بنصرف الفعل مع اي فاعل انت بدك اياه. طب اعطيني اول شيء اي فاعل انت بدك اياه، يعني تكلم عن روحك عن نفسك. فبتقول شو؟ جوف ان كادو. جماعة بده يفصل الزوم، بس يفصل رجعوا ادخلوا. آما مير. عمر فكر باللي بعدها. ترافيي اوبيتال. يلا هوبيتال لا تفريل دي هوبيتال لا تقريبا عبد الله عمر.